Obviously, the press up challenge in Formula One, they do it in between 2 and 4 seconds. Can you beat that? No? تحياتي أعزائي المتابعين، أنا اليوم في حلبة دبي أوتودروم مع الشركة الوطنية للسيارات وكلاء فيات وأبارت في الإمارات العربية المتحدة. اليوم راح نسوق واحدة من سيارات الأبارت على الحلبة إن شاء الله، وراح نشوف سيارة خاصة، فئة خاصة من الأبارت 695. هاي النسخة هي 70 أنيفرساريو، هاي النسخة احتفالية عشان ذكرى 70 لانطلاق شركة أبارت. السيارة حيكون في منها 1949 سيارة فقط حول العالم، لأن الشركة انطلقت سنة 1949. السيارة بالأصل هي فيات 500، أو زي ما الطليان بيقولوها تشيكوينتو تشينتي. بكون عليها محرك لتر فاصلة 4، 4 سلندر بقوة 100 حصان، لكن أبارت بتخليه 180 حصان. طبعا السيارة بعدلوا عليها شوي في التصميم عشان شكلها أحلى، عشان تكون تماسكها أفضل على الحلبة، عشان تعطيك أداء أحلى.
سبت هاي السيارة الصفة اللي وراي، هاي أباف 595 كومباتيسيوني، عليها 180 حصان. سيارة حلوة سريعة قوية، لكن كثير حسيته غريب في شغلة اسمها روبوتكس. الغيارات ما كانت مريحة، لمساك الشاب اللي قبلي كانت كثير مزعجة. أنا أخذت الجير العادي، وكنت كل غيارة أحس السيارة ما بعرف الثالث الرابع الخامس تحس فيها هيك السيارة غريبة، لكن استمتعت بالقيادة وحلوة.